مزيانين مع هذا الدخول المدرسي ووليداتكم قادرين يدوزوا هذه السنه الدراسيه بنجاح. الموقع ديال اليوم فين كيتواجد؟ كيتواجد في بوخالو. غندخل وانا كنشرح الموقع وفي نفس الوقت كنوريكم التفاصيل ديال هذه الشقه هذه اللي فيها 60 متر دو شوم كويزي سال دو بان والصالون ديالنا هو هذا، وطبعا البلكون اللي كيجي مع لا كويزين ديالنا. هاد الشقه هادي فين كتواجد؟ كتواجد في منطقه بوخالف، وطبعا راه بوخالف راه ما بقاش ما معروفاش في طنجه. علاش؟ حيت فيها بزاف ديال لي بروجي اللي كيتنظموا هنايا والحاجات اللي غادي عادي دير. شنو الشمال ديال هاد بوخالف؟ شنو فيه؟ فيه الزيات، منطقة الزيات أو ملعب بن بطوطة. في الجنوب ديالها طبعا كاين مطار ابن بطوطة، في الجهة أخرى كاين الشرق كاين الطريق الوطني رقم واحد، وطبعا الغرب ديالها شنو كيتواجد تما؟ كتواجد المنطقة الحرة ديال لازون خروج ديال الزنايا. دونك أيضا كنتمنى أنني نكون قررت لكم الموقع أكثر فأكثر. دونك مع الدخلة ديال لابارتومون راه كتبان لكم الفصالة ديال الشقة مفتوحة، يعني هنايا كاين الصالون، الجهة أخرى كاين لي بياس اللي باقي ديال هاد الشقة هادي. هنايا الصالون ديالنا هو هذا، طبعا الإصلاحات راه معاودة كاريمون، يعني هادشي ماشي ديال الشركة، يعني راه كعارفين بأن الشقق اللي كيجيو من عند الشركة ولا البروموتور كيكونوا بويض، مكيكونش فيهم فينيسيون بزاف. دونك من بدا قرر أنه يعاود هاد الشقة هادي ويعمل لها ناحية ديال السقف هاد البلافون ديال القبس فوق البلافون. عملوا هاد اللعيبات اللي كيجيو ديال الخشب في الجناب وخلاه في البيض، ودوروا كامل بلي سبوت باش تزيد لابارتمون تعطيها اضاءه وتعطيها في نفس الوقت جمال السقف ديالنا ويكون مختلف على باقي الشقق. الصالون طبعا فيه الطاقه اللي كتطلل على الواجهه الاولى، علاش؟ حيت الشقه ديالنا فيها جوج الواجهات ماشي واجهه وحده، ولكن غتستناوني باش نشوف انا شنو. علاش كتطلل؟ كتطلل على الجاردة اللي كاين وسط هاد الريزيدونس هذا ولا وسط هاد المجمع السكني اللي كاين في بوخالف، وفي جهه اخرى ثانيه كتطلل على الشارع الرئيسي اللي كاين في بوخالف. بالنسبه للارضيه ما تبدلاش، هذه هي الارضيه ديال الشركه اللي خلاها اصلا باش ما يعاودش يزلج من جديد. من جهه ديال الصباغ الابرنتور اختار انه يعمل هذا الصباغ خيال لي مودرن، وكتبقى عمرها ما كتقدم، كتبقى دائما جديده، وطبعا كتعطي جماليه للشقه ديالنا. هنايا حيت بان لي انه كاين الصون اللي كيفصل ما بين الصالون والسيجور، مثلا هنا تقدروا تعملوا صاله مونجي الا كنتو فرشتو الصالون كفراش مغربي تقليدي، سينو الا كنتو فرشتو فراش عصري راه تقدرو تسيباريو هاد الجهة هادي، هنا تخليو فراش عصري وهنايا تعملو صالة مونجي، وهنايا تقدرو تعملو تلفازة بترينا جات زعما بشكل مغاير انها ديال القوس اللي كتكون في وسط الحيط، بحيث ما يجي بترينا مثلا وديركم المساحة ديال الشقة اختار انها يخليها كيف ما. اذا داك المشاهدين ديالنا وان هاد الشقة هادي كتواجد في التروازيام ايطاج، طبعا عمارة فيها سانديك فيها العساس وفيها كل ما يلزم للشاري ديالنا. باش نذكر المشاهدين ديالنا ونعطيهم افكار اللي يقدروا ياخذوها على محمل الجد، يعني لابارتمون ماشي ضروري تاخذوها للاقامه الدائمه، ولكن تقدروا تاخذوها للاستثمار بحكم ان بوخالف كيتواجدوا فيه الجامعات ديال عبد الملك السعدي، فكيف ما قلت لكم الجامعات ماشي جامعه واحده، يعني كاين اللي فستاي كاين اللي نصار كاين جامعات ديال الحقوق، دونك بزاف ديال الكليات ولي زابارتمون اللي كيكونوا ضايعين بحال لونطوراج هذا كيكونوا كيتاخذوا دغيا كيطيروا بهم، كيكونوا مطلوبين للكراء وبزاف ماشي غير شويه. وهنا السومه الكرائيه راه معروفه الثمن كيتراوح ما بين 1600 درهم وانت طالع، على حساب المساحه ديال الشقه، على حساب لي زونطاج اللي كاين في الشقه، وعلى حساب الفينيسيون. ومن غير هادشي كامل اللي كيقول لكم زعما انها اكثر مطلوبه للكراء، هنا ما نساوش البروجي اللي غادي يدشن مؤخرا من سنه 2023 او 2024 هي مدينه الكفاهات، مدينة الكفاءات اللي طبعا عاملها او اف بي بي تي، دونك اللي غيكونوا فيها بزاف ديال لي دومين وبزاف ديال لي برونش، يعني اللي غتقدروا مثلا تقري وليداتكم فيها، تقول لهم ما كنفكروش في ولادكم، تقري وليداتكم فيها وفي نفس الوقت تشري لهم شقه قريبه للمدارس ديالهم. هنا الكوزينه ديالنا شفتوا المساحه ديالها كيف ما هي، راه صورت لكم مساحه كافيه انك تستغل مثلا تنزل فيها لي ماتيريال ديال الكوزين. راك شفتوا السقف هو هذا، السقف
كاين هذا الفوبلافون من هذه الجهه هذه، وبجهه اخرى كاين قرص عادي. اختار انه مثلا في الترياف، كتعرفوا الكوزينه كيجيوش فيها ترياف، اختار انه يعمل في هذا لي سبوت لي دو لا كويزين ديالنا. الناحيه ديال الاصلاحات اللي عمل في الكوزينه كاين هنا يعمل الالومنيوم لونيل تحت، الالومنيوم اللي في البياض، اختار انه يعمل هنايا هاد الاورنيه هذه ديال هاد المرمول اللي حتى هو مزيون، مرمول غرانيت، مرمول غرانيت ما عرفتش واش كتقرا داك الكلمه، المهم مرمول اللي عامل بحال غرانيت. ومن جهه اخرى راه الزليج كان ديال الشركه، اختار انه غير يصبغ لا كويزين، يعني كيف ما شفتوا الاصلاحات اللي كاينه في السقف. وطبعا الكوزينه ديالنا عندها هاد لاكسي هذا اللي كيطل على البالكون اللي كاين في هاد الشقه هذه، اللي كطل على جوج الواجهات. الواجهه الاولى هي الجردل اللي فيه كاينه فصل هاد الريزيدونس هذا، الواجهه الثانيه طبعا كطل على الشارع الرئيسي اللي كاين في هاد الشقه هذه. مع الخرجه ديال لا كويزين ديالنا كيبان لكم ان الكلوة اعتمدت فيها على هاد النوع ديال الحجر او الزليج اللي عمل بحال هيدا، يعني اللي عطى جماليه للشقه ديالنا. وما عملوش غير هنايا، راه عملوا مع الباب ديال الكوزينه ضايع مع الكادر ديال الكوزينه، عمل هاد الكلور كامل نفس النوعيه ديال الزليج. غندخلوا لاشومبر الاولى ديالنا اللي كاين فهاد لابارتمون هادي، المساحه ديالها هيا اصوركم فاتي، مساحه فريمون كافيه انك تنزل فيها مثلا كاما دوبل، او مثلا على حسب اذا كانت مثلا ديال الوالدين، اذا ما كانش ديال الوالدين تقدر تستعمل مثلا جوج كيما فرقين، او مثلا كاما كاما وهنا كاما كاما، او مثلا كاما وبيرو، على حسب الاختيار ديالك، على حسب تينا شنو باغي تكون في الشقه ديالك، او على حسب شحال عندك ديال الوليدات، او انتم باقي عرسان جداد واضطروا انكم تستغنوا على بيت العرس الثاني وتردوه بيت الكلاس. نمشيو مباشره للبيت ديالنا الثاني لي نورمالمون هو هذا كان هو البيت ديال الوالدين، يعني ولكن ماشي ضروري تقيدوا بهاد التفريشات اللي كاينين هنا ولا بهاد الاصلاحات اللي كاينين هنا. طبعا كل واحد كيبغي يبدا في الشقه ديالو، ولكن كفكره هو ان البيت المساحه ديالو كافي انك تنزل فيها هاد الماليو هذا اللي نورمالمون ديال 4 البيبان، يعني وكما دولا شفتو تسع فيه كاع الماتيريال ديال بيت النعاس. الناحية ديال لابانتيغ اختار انها الصباغة تكون صباغة في كري ديال الخيال، يعني كري مغلوق، باش كتعرفو لي شومبر طبعا بيت النعاس كيكونو فيهم يكونو مظلمين واحد شتيتو، باش الواحد كيستغل الظلام وكياخد راحتو كينعس. مع الخرجة كاين هنا لافابو، يعني نورمالمون هما في لي زابارتمون ديال بوخالف كيجي فيهم طواليت سيرفيس وصال دو بان دوتشا، ولكن هو من الاصلاحات اللي عمل انه استغنى على طواليت سيرفيس، خرج لافابو هنايا، عمل هاد فو بلافون اللي كاين اللي صورته لكم فاتي، دونك دورو كامل بهاد الحجر هذا ولا التزليج هذا اللي كاين هنا في الحيط اللي عطى جماليه فغيمون جماليه للكلوة. ثم عمل لافابو ولتحت عمل لي بلاكار ديال الالومنيوم والبيض. في الجهه اخرى كندخلو كنجبرو هاد الطواليت، طواليت دوتشا اللي فيها كاع لي ماتيريال سانيتير اللي كيحتاج اي واحد، اللي يحتاج الشاري ديالنا. دونك وقرر انه من ضمن الاصلاحات انه يزلج الحيط، يزلج السقف، ويزلج حتى الارضيه ديالنا بزلج سامبل. دونك هنا اختار لي زلج اللي كيكون فيه الزواق بزاف، راك شفتوهم دوائر مزيونين، فضل انه يسيباريهم بهاد السنيفه هذه اللي جات ديال الوان. وفي الارض طبعا راه اختار زليج سامبل بياض، يعني باش ما يكونش داكشي اكزاجيري بزاف، ما يكونش مشارجي مزيان. دونك هذه هي الشقه ديالنا. نعاود نذكر بالموقع، طبعا الموقع اللي جات فيه الشقه ديالنا للمساحه ديالها 60 متر، كتواجد في الطابق الثالث، عماره فيها صندوق فيه العرسان ديالها. فين كيتواجد هذا الموقع؟ كيف ما كنقول دائما طنجة ورا عارفين المواقع مزيان، وهما يوريونا المواقع فين جاو الشقة. ولكن طبعا الكليان ديالنا اللي ما كاينش في نفس المدينة، شنو الدور ديالنا؟ اننا نقربوا للموقع حتى الدار ديالو وحتى لعبدو. الموقع دو بوخالف راه كيف ما قلت لكم راه مبقاش ما معروفش، رجع غني يعني تعريف طنجة بحكم ان فيه بزاف ديال المشاريع اللي كاينين هنا. الوغ كاين قريب لكم محطة ديال الكيران ديال الحرارين، قريب لكم سوق السمك الجملة، قبل لكم القرية الرياضية اللي فيها ملعب نوبة طوطا، ملعب ديال كرة القدم، المسبح الأولمبي، الملعب الأولمبي، الملعب ديال الكرة الحديدية، بزاف ديال المرافق الرياضية اللي تقدروا مثلا تأهونوا تما وتخليو وليداتكم يمشيو لتما. من غير هادشي قبل لكم المنطقة حرة ديال كزنايا طبعا من جهة أخرى، قبل لكم زيادة
اسواق السلام مرجان راك شفتو معايا وطبعا قريب لكم حتى الطريق الاشقاء يعني المرافق السياحيه. هنا كتفكروا باللي قريب لكم المرافق العموميه وحتى المرافق السياحيه، دونك ماشي ضروري تاخذوها للاقامه دائما، سينو تقدروا تاخذوها للاستثمار كيف ما قلت لكم في الاول. خوتي خواتاتي الثمن ديال هاد الشقه هذه غادي تكتب لكم لتحت، اللي عجبته بغى يشوفها ما عليه غير عيطنا في الارقام اللي كاينين على الشاشه وحنا ان شاء الله غادي نجيبوه يشوفها. بغيتو تقطعوا على هاد العاقه ولا اي عاقه كتشوفوا في القناه افيتو طونجي، ما عليكم غير تعطيونا الريفيرونس اللي كاين على الشاشه، الرقم اللي كاين على الشاشه ضروري ما تعطيوها لنا باش كنعرفوكم ان عقل كتهضروا عليه وكنعطيكم المعلومات الكامله. الناس اللي كتبغي تشوفنا اكسكلوزيف راه كاين في الديسكريبسيون لين ديال الانستغرام لين ديال لاباج فيسبوك، ما عرفتوش دخلوا الواتساب ثم صافوا معايا شحال الفيديو ديالكم وحنا كنعطيوكم كلشي اللي احتاجتوها، عيطوا لنا عليها حنا ما علينا غير البيوت الطلبات ديالكم. خوتي خواتاتي الله يسهل عليكم كامل.